نروح للخبر الآخر، وهو عن الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وكانت طبعا التابعة لقطاع الأعمال العام، وكانت وقعت مذكرة تفاهم مع مجموعة ماروبيني اليابانية لإنشاء مصنع جديد للغزل والنسيج والصباغة والتجهيز في كفر الشيخ بتمويل من البنك الياباني للتعاون الدولي. يمكن هذه الخطوة مشاهدينا بتأتي في إطار خطة تطوير وإعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج والملابس وكل ما يستلزمه من تحديث، يمكن في إطار التصريحات الأخيرة وفي إطار الفترة الأخيرة اللي كنا بنشهد تصريحات كثيرة إذا كانت من الوزارة أو من الشركة عن خطة تطوير بتشهدها القابضة للغزل والنسيج في هذه الفترة. وكان الوزير آخر تصريحاته أن تكلفة تطوير الشركة ممكن تصل ل 25 مليار جنيه، وعلى هذا الأساس كان أو من خلال الخطة والاستراتيجية اللي بتتبعها الشركة قررت تقليص عدد المحالج التابعة لها 14 وبيع 11 لتوفير ما يلزم للتطوير. خلونا المزيد من المتابعة نستقبل عبر الهاتف دكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا أستاذ نعمة. إيه تفاصيل الشراكة دي يا فندم؟ هي يعني الحقيقه دي زي ما حضرتك اشرت، دي من ضمن خطه التطوير اللي احنا بنتبناها. خطه التطوير بتنقسم لقسمين، في مصانع سيتم تطويرها في موقعها الحالي زي شركه مصر للغزل والنسيج بالمحله الكبرى وشركه كفر الدوار، وهناك بعض المصانع الاخرى هتنتقل من مكانها الحالي داخل المدن السكنيه الى مكان صناعي جديد زي المصنع اللي احنا بنتكلم عليه ده، هيبقى في مدينه بلطيم في كفر الشيخ. القطة فعلا بدأنا فيها، جزء هيتم تطويره بدأنا فعلا في المحلة، والجزء الآخر اللي هو نحن بنتكلم عليه مصنع جديد هيستغرق 3 سنوات إن شاء الله. يعني أنا فهمت من حضرتك إنه هي مسألة نقل للمصنع من المنطقة السكنية لمنطقة أخرى. طيب هذه المذكرة يا فندم، متى مذكرة التفاهم بكل بنودها وتفاصيلها إمتى هتتحقق على الأرض فعلا؟ طبعا الوفد الياباني زي ما حضرتك اشرت شركه موروبيني، ومعاهم وفد من البنك الياباني للتعاون الدولي الجيبك، كانوا موجودين وقت وتم التوقيع وسافروا وخدوا البيانات كلها معاهم، هيعملوا لنا بقى التصور والرسومات الهندسيه بتاعه الموقع، وهيبقى في الاتفاق النهائي للتنفيذ ان شاء الله، هيتحدد فيه المبلغ قد ايه والماكينات اللي هتيجي ومكان توريدها، لانها كلها هتبقى ان شاء الله يا اوروبيه يا يابانيه. أنا بس يعني كنت عايزة أفهم من حضرتك يا دكتور، يعني إحنا بنعمل مصنع جديد، بنؤسس مصنع جديد، ليه ما بنطورش المصانع اللي موجودة بالفعل؟ ما هو بص حضرتك احنا قلنا شقين اثنين، في شق تطوير في مكانه، دي مصانع بتبقى حالتها كويسه زي شركه مصر المحله، دي سهله جدا هنجيب مكن بدل المكن، امر سهل. لكن المصانع اللي احنا بنتكلم عليها دي مصانع متهالكه تماما وداخل كتله سكنيه لا تصلح ان يكون في مصنع فيها. هل سبب التهالك ولا انه هي داخل كتله سكنيه يا دكتور؟ لا، في عده عوامل كثيره من ضمنهم الموضوع المتهالك والاسقف كلها منهاره، فبنا بدل ما ابني في نفس المكان في نفس الموقع اللي داخل المدن السكنيه انا استفيد بالفرق ده واعمل في منطقه جديده مش بعيده خالص عن المنطقه القديمه، لكن هتبقى مصنع جديد، مصنع صحي، مصنع معمول على ارض يعني جرين فيلد، حاجه تبقى تليق بالصناعه دي ان هي تاخد وضعها بدل ما احنا في داخل الكتله السكنيه في تلوث في ازعاج، المحافظين كلهم متضررين من موضوع المصانع القديمه، الصرف بتاعها، كل العوامل دي كلها ان شاء الله هنتلافاها في المصانع الجديده اللي هتبقى في خطة التطوير يا دكتور. ايه اللي احنا ماشيين فيه الى جانب هذه الشراكة اليابانية؟ انتوا اعلنتم عن خطة كبيرة ويمكن بدايتها بهذه الشراكة، ايه الخطوات الاخرى يا فندم؟ لا، في خطوات كتير طبعا زي ما حضرتك اشرت برضه في بداية الحديث ان في موضوع المحالج 25 محلج سيتم تخفيضهم الى 11 محلج وسيتم الاستغناء عن 14. احنا بدأنا فعلا في انشاء محلج جديد وده سيتم افتتاحه 1/1/2019 ان شاء الله. هو يعني نسبه التنفيذ وصلت حاليا حوالي 70% باذن الله، هيبقى في 1/1 متكامل محلج جديد مطور في كل الماكينات حديثه، هيضاف اليه معصره للزيوت عشان نكمل القيمه المضافه بتاعه القطن المصري.
وحيليها طبعا بقيه المحارج كلهم هم 11 محلج، يعني في 10 ان شاء الله هيتم تطويرهم تباعا بعد الانتهاء من المحلج. اما بقى بقيه المجازل ان شاء الله احنا بدانا زي ما قلت لحضرتك في المحله، وكان في زياره لمعالي الوزير قطاع الاعمال العام يوم السبت 13/10 الشهر ده، وتفقد اماكن اللي هيتم فيها التطوير فعلا، وحددنا المصانع والماكينات اللي هيتم استيرادها، ودي هنبدا فيها فورا، دي مش محتاجه 3 سنين، ده يمكن في خلال 6 شهور نتائجها هتبان ان شاء الله على الوجه القريب.